بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا، والله يحييكم ترحيب المطر والسيل، بل الله يحييكم عدد ما خلق ربي. يا مرحبا يا ضيف، والله يحييك ترحيب تذيها الغلا والمودة. يتجدد بكم اللقاء كل يوم، وحنا كل ليلة وحنا نقول يا رب متى تبدي الشمس، متى تبدي الشمس، لأننا مشتاقين للإطلالة عليكم جمهورنا الغالي، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، جمهور بيت الحكمة وجمهور قناة بداية. الله يحييكم ترحيب المطر، ويحيي جميع من حضر معنا في هذا اليوم وشرفونا بالحضور وتعنوا في المشوار لين جونا، كله يرجون ما عند الله ثم تقدير لكم أنتم أيها الجمهور الغالي. وفي مقدمتهم دكتورنا وشيخنا اللي أسأل الله أن يمد في حياته، آمين، الشيخ عايض ابن عبد الله القرني. أرحب يا أبو عبد الله. حياكم الله يا أبو عبد الله، وحيا الله إخواني وزملائي ممن حضر، وحيا الله الإخوة المشاهدين، سلم عليهم وصبحهم بالخير. الله يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى مع سيد ولد آدم بأبيهم السلام. آمين. الله يحييك يا أبو عبد الله، ترحب المطر ويبيض وجهك على حضورك الدائم معنا. نتشرف معنا، نعرف أشغالك والتزامات خاصة قبل رمضان. شرف لنا، الله يبارك فيك. أخوي الغالي رجل الأعمال نمر العتيبي، أرحب ترحيب المطر. يا هلا وسهلا، حيا الله أبو عبد الله، وحيا الله حضورك وشيخنا الفاضل، حيا الله مشاهدينا، وصبحكم بالخير جميعا. الله يحييكم ترحيب المطر. صباح الخير يا أبو صالح. تحيون وتبقون يا الغالين، اليوم غير يا أخوي، ما شاء الله علومكم طيبة. نرحب شيخنا وما شاء الله والتمر ما شاء الله تبارك الله قدامنا يتلاصم مثل الذهب. يا سلام. والأخوية والعلوم الطيبة، واليوم شقردية وعلوم طيبة، ونشوف الكبدة جاهزة قدامنا يا ولد. الله يسعد الجميع الحاضرين والمشاهدين، وبارك الله بالجميع. آمين. جزاكم الله. في واحد أمس يقول راح للمستشفى، أحد المستشفيات الكبار في الرياض. إيه يا أخوي. يسوي تشيك على صحته. الحمد لله. وأنا ما أنا بخبرينه مريض الحمد لله، لكن أظن أن هي نوي له نوايا. إيه عندي. صباح الخير أبو تخي. يا مرحبا وما في هلا. ما في الواحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه يا أخوي. وبعد ما تحتني هذه الفرصة المباركة نحيي بضيفنا الشيخ عايض القرني. وضيفنا الثاني نمر العتيبي، ونحيي بمذيعنا المتعلق وبشايبنا ما هو شايب، عود المحترم، وبراوينا المحترم، وبشاعرنا ابو سليمان، وراعي الكبده قطع صغار. السلام عليكم ورحمه الله. انت قصدك المتعلق، قصدك يعني متعلق بالله، متعلق بالله، اقول ابو شيء بالله وشيء باخلاق ابو عبد الله، ابو عبد الله متعلق في المكارم برجله. صحيح. حصل الدكتور اللي ريعته وش شغل الدكتور النفسية، هذه أمور خاصة وشرية. مالك على مالك على لكن الله يوفقك. آمين آمين. صباح الخير أبو عبد الرحمن. الله يسعدك ويسعد صباحك ويسعد صباح شيخنا ورجل الأعمال نمر وزملائنا في بيت الحكمة والمشاهدين برنامج بيت الحكمة، الله يسعد الجميع. صباح الخير يا أبو سليمان. يا صباح النور والسرور والسعادة والتوفيق، قولوا يا الله. يا الله. الله يجعلنا ولكم لازمة عند الله سبحانه. آمين. آمين يا رب. أسأل الله ذلك. آمين يا رب. يا صباح المحبة والرضا والسعادة، يا اللي يتشاهدونا في قناة البداية عبر بث مباشر في قناة البداية، والمخرج والطواقم على الهواء ينقلونا، والمخرج والطواق مع الهوى ينقلونا. ترحيب المطر وضيوفنا، ما عاد في ضيوف، انتم اعضاء دائمين وتجملون وتشرفون، والله المكان اللي تاتون فيه اثنين. حياكم الله وارحبوا يا اثنين، انتم عزاز ومثل عين اليمين. شرفت انا يا الشيخ عايض بعلمك، في كل سبت تكون بإذن الله بيننا، في كل سبت تكون بيننا. بيض الله وجهك. صباح الخير يا ابو عيد. والخير والسرور والقرص المخمور والدلت اللي تفور، وصباح الخير والكبده، وكل واحد انتصل الى حده. والله يحييكم جميعا. تسلم تسلم. الله يحييكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطول اعماركم طبعا كما جرت العاده، وكنتوا دائما انتوا الاولين والسباقين من كل ربوع، واحد يكرمنا ويضيفنا. واليوم انا اتشرف واشكر الله ان الله اتاح لي الفرصه اني اقوم معكم بالواجب واكرمكم، والله انكم تسالوا العلم الغانم، والله. وهذه ترى ما هي عن ما تصدق عن طيبتكم في جده،
وبيض الله وجه ابو سليمان، وبيض الله وجه ابو علي، يستاهلون اللي يخدمونا من امس. والله نحلفوا ما تروح للسوق ولا تقضي حاجه، انك ما تعرف شيء في الرياض، والله ما خلوني اسوي شيء. الله يرحم والديهم. شكرا يا ابو سليمان. ابو عبد الله احنا بس اللي طال عمرك يعني تمدي ولا كلفة العلوم تحيه، لان احنا حيينا كل القبائل. تحيه لهذا الشام اقلبي تقلبي، يقول شاعرهم عمرو بن كثوم: ونورد ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطيلا، وان نورد الرايات بيضا وصدورهن حمرا قد روينا. ما عليكم زود، الله ثابكم. ما عليكم زود يا ابو عبد الله. انا عندي بيتين من امس وانا اتحفظها ولا خلصت الا قبيل، لاني معزب اليوم ابغى ارحبكم بها واسمحوا لي، مع المفروض اني ما اقصد. وجاك فجعه شويه معنا. والله العظيم روعه روعه روعه. يا ابو سليمان اسمع.